مدينة بيت لحم فقط اعتمادها على السياح، فاهم علي؟ فيش موارد أخرى اللي تعتمد عليها البلد، يعني كل جميع الفئات تحتاج من وراء السياحة، فلما بتنقطع السياحة انقطعت أرزاق الناس، فاهم كيف؟ فبنعمل الخير إن شاء الله للجميع. بالنسبة للأوضاع السياسية بتخوف كمان، مزبوط الفيروس راح، بس في فيروسات لسه بتخوف أكثر، الفيروس اللي بيخوف أكثر كمان، التهديدات ما تهديدات، نسمع أشياء، نعم، هذا الأخطر على الشعب الفلسطيني عام. فبرضو حرب أوكرانيا أثرت علينا، حرب روسيا، كنا برضو نشتغل على الأوكران وعلى الروس، لهم فترة يعني ما بيجوش على بيت لحم. والله إحنا متأملين الأحسن والأفضل إن شاء الله، في بوادر خير يعني، صار يجي تعداد كويس من السواح على بيت لحم، وربنا يرزق الجميع إن شاء الله. استعدادات كويسة، العالم متفائل إن شاء الله يكون الوضع أحسن، بس أنا بحكي لك على الفترة هاي نوعية الجروبات اللي بتيجي، نوعية الجروبات اللي عمالها بتيجي مش هذيك النوعية اللي كانت أول، نوعية أقل من أول بكثير، حتى لو بيعملوا حركة تجارية مش زي ما كانت أول. يعني المطعم أو الأوتيل أو المحل السيفينير السانتواري اللي عنده شغيلة مليان يعني كثير شغيلة، يعني مش عماله يا دوب يطلع المصاريف والالتزامات اللي عليه يعني. فعشان هيك العالم كلها بتشكي يعني، وان شاء الله احنا متفائلين خير في هالشهر الجاي السنة الجديدة ان شاء الله بكون الوضع احسن. كورونا كانت يعني وضع كان سيء، بقى ان شاء الله السنة هيكون سنة خير بركة، تفاؤل ان شاء الله، عايشين على امل زي ما بيقولوا. الحركه الحمد لله نشكر الله، يعني كانت من بدايه صار 6 بلشت تتحرك الشغل، ان شاء الله بضل على طول ما يصير شيء، ان شاء الله سنه خير، والسنه الجايه تكون سنه خير واحسن من السنه اللي قبل. استعدادات مش هذاك الاستعداد، يعني بني ادم صار يخاف يستعد، لانه احنا هان بنواجه امور صعبه جدا اقتصاديا، والناس طالعه من جائحه كورونا، ويا دوب الناس تكون بالامور الاساسيه لبيوتها، فيعني احنا استعداد والله ما نستعجل، نشتغل قاعدين يوم بيوم ونباكي على رب العالمين. والله احنا مستناه صحيح السنه الثانيه، انت بتحكي صحيح، بس هاي السواح اللي بيجوا نفس مستوى السواح اللي كان يجوا كل زمان؟ لا مش نفسه، اللي بيجون اعمالهم اضعاف، ولما بده يجي عندك بيجي بفاصلك، وبعدين بدك انت تعطيه مصاري عشان يجي عندك، صار فمصيبه يعني، انت كيف بدك تشتغل يعني مع العالم؟ مدينه بيت لحم بالذات عانت خلال سنتين الكورونا من لانها تاثرت كثير، لان هي تعتمد على القطاع السياحي، ومعظم المحلات السياحية أغلقت في سنتين. نتأمل هلا إن شاء الله السياحة بلشت ترجع، ويعني بوادر خير إن شاء الله، يعني بوادر خير يعني تبشر، يعني الأوتيلات معظم أوتيلات بيت لحم فول، يعني الحمد لله يعني أمور طبيعية، يعني هاي سيزن. نتمنى يكون كويس، بس لحد اسم فيش بوادر الى تحسن، ما فيش بوادر تحسن، ان شاء الله في العيد بيجوا سواح اجوا كثير، حتى لو اجوا سواح مش عمالهم بيشتروا، لان الوضع الاقتصادي في كل العالم سيء،
وبنقي بمشي من سيء إلى أسوأ. فالسايح يلا يلا يكون معه حق تذكرة الطيارة، وكان بيجيب كمية دولار يصرف منها، مو زي أول كان السياحة يعني بس للأغنياء. اليوم صار الفقير يجي قبل الغني، وكل لك أنا مش راح يوم من الأيام أصير غني وخليني فقير، خلينا نروح أشوف أهل البلاد، أزور أهل البلاد. وين كانت السياحة في الأول؟ يعني مش مقارنة بينه وبين اليوم، بين الماضي واليوم مش من مرة. أنا صار لي من سنة 65 1965 يوم اثنين، وأول فاميلي دخلت علي لبنانية اشتروا بدينار و800 فلس. وين باقي الشغل؟ اليوم ما فيش شغل، يعني بيجوا جروبات من الصبح اجوني 9 أشخاص من تسوق الواقية، تعرف قد اشتروا بشيكل وشرفي بضمير بوزان شيكل واحد. لكن هذا الموجود بنقول عبد الحمد لله.